اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم بأرف شذيب من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية، ابن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي يؤتمى الارتقاء لعلياه. ابن قصي، واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية. إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. ابن كلاب، واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر، واسمه قريش. وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى. ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية، وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية، إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. فأعظم به من إقد تألقت كواكبه الدرية، وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم، وسلم واسطته المنتقى.
نسب تحسب العلا بحلا قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسيا
وأين عد الثمار وأدنى الشجر للجاني جنى. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية. وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية. واحتست العوالم من السرور كأس حمية. وبشرت الجن بإظلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية. ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية. وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية. وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى. حضر أمه ليلة مولده
ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سناه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرز صلى الله عليه وسلم يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سودده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عينا وقيل ختنه جده بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه أطهر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم وغباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاح مكة داره ومغناه وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش الروان سمكه وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعرى وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محيا وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خناه واخت
اختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول، شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته صويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى. فأرضعته مع ابنها مسروح وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سرى. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة هي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى. قيل على دين قوم هل فئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف بن منده وحكى. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه. فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه. وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية،
وسمنت الشارف لديها والشياء وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرز السعد برد عيشها الهني ووشى عطر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقويت في تسع من الشهور من الشهور بفصيح النطق قوى وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وأزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلا وملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختما ووزناه فرجح بألف من أمته الأمة الخيرية ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صبا ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشى ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الوضية فحباها من حبائه الوافر بحبا وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية وبسط لها من ردائه الشريف بساط بره ونداه
لها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد عدهما في الصحابة جمع من ثقات الرواة أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبجل لمن وقره ووالاه ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غزا فارتذى بماء زمزم فأشبعه وأغواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية
وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه. وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه. وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا. وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا. أطر اللهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة وعشرين سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه. فنزل تحت شجرة لدى صومعتي نسطورا راهب نصراني، فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وآوى. وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقي ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه. ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية، فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه.
وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلا وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه فخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب ريا فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعظم القيل والقال، وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأنا، فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا هذا الأمين، وكلنا نقبله ونرضى، فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليا، فوضع الحجر في ثوب، ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقى، فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية، ووضعه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن، وبناه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمين،
بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمه برحمه. وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح أضاء سنا. وإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه. وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافى. وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية. وثم أقوال 7 أو 24 منه أو 8 و20 منه أو 8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا. فقال له اقرأ فأبى فغطه غطة قوية. ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه. ثم قال له اقرأ فأبى فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى. ثم فترى الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية. ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية. والتقدم على رسالته بالبشارة والنبوة
النذارة لمن دعا. عطر اللهم قبره الكريم بأرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.